اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا جو المؤامرات وشفنا اعترافات الناس في لحظه الحقيقه بتبقى عامله ازاي، لكن هناك كلام كثير بعظمه لسانه. قل يا سيد وسمعهم. حقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ بجانب انه عمله كمان كمدير كوره متيقظ جدا وواعي جدا وحاسم جدا وقريب من الفرقه جدا وحل المشاكل كتيره ومحتوي اللعيبه في جو، مستر بيتسو موسيماني قال لك احنا بنطلع لكل البطولات على كتاف سيد عبد الحفيظ. ده كان تقدير منه رائع لدور سيد عبد الحفيظ، لكن كمان السنس الاعلامي اللي عنده. كان في ضيافه كابتن احمد حسام ميدو في برنامجه قال كلام مهم جدا للاخوه الزملكاويه اللي بيهاجموه او اللي بيدعوا فكره المؤامره. كلام مهم لسيد نسمعه. من اسباب خروج نادي الزمالك السنه دي من افريقيا ايه؟ عشان مباراه الترجي والمولوديه؟ عشان تبين لك بس معدن الاهلي وقيمه الاهلي ومبدا الاهلي. الزمالك دخل البطوله ازاي يا كابتن ميدو؟ قول لي. هقول لك انا. يوم 11 اكتوبر السنه اللي فاتت، 11 اكتوبر كنا بنلعب بيراميدز. مظبوط؟ وقبل ست ايام بس من لقائنا مع الوداد سيمي فاينل. وملناش لا نقا ولا جمل في الدوري، خلاص خدنا البطوله والموضوع بالنسبه لي منتهي. تمام؟ اي تفكير في الدنيا يقول لك ايه؟ تلعب بالسكن تيم. حافظ على لعبتك. انت عارف احنا لو ضربنا من بيراميدز مين يخش دوري الابطال؟ بيراميدز. صح. بيراميدز مش الزمالك. مظبوط؟ لكن احنا في الاوضه بنقول ايه؟ مع بعض. ماليش علاقه. زمالك يخش، بيراميدز يخش، انا عايز اكسب. انا عايز اكسب. يعني في الدقيقه 31 او 32 كابتن محمود البنا مش عارف مين اللي كان على الفار طرد له عمرو السوليه. تمام؟ ولعبنا ب 10. راجع الماتش ده بص حاله الحرب اللي كان بيعملها، مش عايز اضخم في الموضوع، لكن الروح القتاليه اللي بيلعب بيها الاهلي 10 لعيبه، هو عنده سيمي فاينل بعد 6 ايام. تمام؟ وهو واخد الدوري اصلا. بس مش عايز يخسر. اوكي؟ يعني حد مجنون يقول لك ايه؟ يا عم مش مهم اطلع البيراميدز ولا حاجه، انا هخسر لعيبتي ليه؟ لكن انا بلعب على المبدا، لو تعارض المصلحه مع المبدا تمام؟ لا هختار المبدا. هتقول لي طب انت مش عايز تخسر من بيراميدز، السؤال اللي انت قلته ده. طب و2008؟ مجموعتنا في 2008 في دوري الابطال كانت الاهلي والزمالك وديناموز واسك. اخر مباراه في دور الثمانيه، وخلي بالك بقى كان سته لسه ما فيش 16 ولا حاجه ساعتها، اول وثاني تمام بيلعبوا السيمي فاينل على طول. اوكي؟ انا بلعب اسك في القاهره والزمالك بيلعب ديناموز هراري في زيمبابوي. لو الزمالك كسب وانا اتعادلت او خسرت من اسك، اوكي؟ اسك يصعد. اسك يصعد. الزمالك لازم يكسب وانا اكسب اسك عشان الزمالك يطلع معايا، انا ضامن الاول كده كده. كان برضه طريقنا ايه؟ كان كلامنا ايه وتفكيرنا ايه؟ احنا عايزين نكسب، الزمالك ساعتها ما كسبش. فاهم؟ اقصد ان انت المبدا اللي عندنا، انت عارف اللي بقوله لك ده ومتاكد منه، لو انا هلاعب اي فرقه بس في مصلحه فرقه تانية ولا حاجه، انا بدور على ايه؟ الشيء اللي يخصني انا بس. هو الكلام ده ليه بنجيبه وبنبرزه؟ رغم الناس كتير بتقول ما هو اتقال. هو اتقال في حتة تانية بس مش بالطريقه دي في مواجهه واحد زي ميدو. عشان تفهموا دماغ النادي الاهلي يا جماعه، كلمه قيم ومبادئ والاهلي مش مشغول بغيره. والله صدقوني الناس كل واحد لو انشغل بنفسه هيحل صلح حاله. الاهلي مشغول بالاهلي، لذلك مش شايف غير المكسب والتطوير، المكسب والتطوير عشان يقدر يوصل للاهداف اللي هو بيحققها دي. فاي ادعاء لناس تانية عايزه تتاجر بالكلام لاي اغراض، خلاص ورقه التوت وقعت يا استاذ ابراهيم. والناس بقت شايفه الحقيقه من ابنائها، من ابنائها. احنا عاملين كل يوم والتاني العقلاء يقدمون الدليل على ان ما يقال ويحاك عن مؤامرات واستقصاد وبتاع كلام لا يليق باعلام يمثل نادي كبير زي الزمالك. كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ في الواقعتين دول مهمين جدا، ارجو ان الجميع يعيهم ويتذكرهم باستمرار. الاهلي بيلعب مع بيراميدز والدوري خلصان. الاهلي لو ما كسبش بيراميدز يطلع تاني ويدخل في افريقيا. لكن ويحرم الزمالك. لكن الاهلي
ما بيلعبش لا علشان يخدم الزمالك ولا يضر بيراميدز، الاهلي بيلعب عشان يحترم اسمه. في كل ده الاهلي لا حاطط في دماغه لا مجامله الزمالك ولا الحاق الضرر بفريق اخر، هو حاطط في دماغه اسمه ومبدأه واحترامه للرياضه وقيمها. انا بلعب علشان المكسب، مين اللي ينضر ومين اللي يستفيد مش بتاعتي. الاهلي يلعب مع اسد في 2008، الاهلي لو اتعادل والزمالك كسب دينامو زهراري يصعد الزمالك مع الاهلي. الاهلي كسب اسك رغم انه الاهلي متاهل ملوش مصلحه، بس مش في حساباته مين اللي يستفيد ومين اللي ينضر. ده الدرس وده المبدا. لكن على ذكر سيد عبد الحفيظ الحقيقه بعد المباراه الاخيره والفوز الساحق للاهلي على سموحه قال كلام مهم جدا عن ماتش الاهلي وبيراميدز، نشوف. ادينا مباراه كانت كويسه جدا في مع بيراميدز من 48 ساعه، كنا احنا المسيطرين واحنا المستحوذين واحنا الاخطر واحنا الاكثر تهديفا اكثر فرصا يعني، وحتى اضعنا ركله جزاء، لكن هي دي كره القدم يعني، في اي وش تاني ممكن يجي في اي لحظه يعني. النهارده انت بتتكلم على شخصيه بتفرضها في حوالي 4 5 دقايق بتجيب ثلاث اهداف، سهلوا لك الجيم شويه في الشوط الثاني، ممكن يبقى في حاله تعب شويه بالتاكيد من خوض مباريات متعدده وببطولات مختلفه يعني. لكن في النهايه خلاص انت داخل على ختام البطولات سواء كان محليا او افريقيا، مهم ان انت تركز ومهم ان انت تكسب يعني عشان تواصل مشوارك يعني. يمكن النهارده كان في قرار من لجنه المسابقات بتاجيل مباراه الزمالك والمحله، مالناش ان احنا نعقب عليها، مش بتاعتنا يعني، احنا مش من هواه اللي هنطلع نتنطط ونقول مثلا ليه ومش ليه وما اعرفش ايه، وحته تنظيميه مش بتاعتنا يعني، دي اداره المسابقات هي اللي لها الحق تاجل او ما تاجلش زي ما هي عايزه يعني. لكن انا بقول لك ده قرار احنا هنستفاد منه يعني، بالنسبه لنا احنا هنستفاد منه، لان احنا محتاجين شويه ان احنا نقرب في عدد المباريات. اللي بيبص على الجدول فبيبص في عدد النقاط في فرق، لان في عدد مباريات كبيره فبيدي ارتاحيه، ما بيبقاش في ضغوط، احنا محتاجين ننقل الضغوط دي شويه. كل ما هنلعب وان شاء الله الرحمن ربنا يكرمنا باذن الله ونكسب شويه، هيبقى في عدد النقاط قربت شويه، بتديك انت الافضليه لو خدنا مبارياتنا وكسبناها ان شاء الله الرحمن، هيبقى في حته الضغط دي اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي بتديك ارتاحيه في الدوري يعني. سيد عبد الحفيظ لعيب من الاخر، لعيب. لكن على ذكر المباراه بقى، أنا عارف إن المهندس عدلي ما بيحبش يتفرج. لو الأهلي بيلعب مع أي فرقة قافل وبيتفرج على أي حاجة. النتيجة وصلت 4-0 آخر 10 دقايق، قلت أطمن عليه. فكلمته قال لي ها. قلت له أنت ما بتتفرجش؟ قال لي لا. وما تقوليش على النتيجة أما الماتش يخلص. قلت له طب النتيجة 4-0، قال لي إيه؟ قلت له 4-0، قال لي لا كده أتفرج.